كان زكريا عليه السلام نبيا من أنبياء بني إسرائيل، وكانت زوجته عاقرا لا تلد. ذات يوم وإذ هو يصلي في المحراب، نادته الملائكة بأن الله يبشره بغلام اسمه يحيى، وهو اسم لم يسمى به أحد من قبل. وقد كانت هذه البشارة معجزة، لأن زكريا كان قد بلغ من الكبر عتيا، وكانت زوجته عاقرة. وقد أوتي يحيى الحكمة والعلم منذ الصغر، وقد وصفه الله تعالى بأنه سيد وحصور ونبي من الصالحين، غير أن المجتمع آنذاك لم يكن على نفس القدر من التقوى والصلاح الذين اتسم بهما بيت النبوة. فقد حاد الناس خاصة علية القوم وسادتهم عن فطرة الخالق، واتخذوا من هواهم إلها وسيدا. كان هيرودس يعيش في ضلال الشهوات والملذات، ولم يكن يتحمل النقد أو الرفض، فقد عزم على الزواج من زوجة أخيه مستغلا غيبته، وهذا ما تحرمه شريعة اليهود. عندما واجهه يحيى عليه السلام بالحقيقة ونهاه عن تنفيذ مخططاته البشعة، وبين له حرمة زواجه من هيروديا، شعر هيرودس بالإهانة والغضب. وكانت هيروديا نفسها تكن العداء ليحيى، لأنه كان يعارض زواجها من هيرودس، فحرضته على التخلص من النبي الذي يقف في طريق رغباتهما. في قصر هيرودس، حيث المجون والخلاعة والرقص والغناء، قدمت سالومي ابنة هيروديا رقصة أسرت بها قلب هيرودس بتحريض من أمها. وفي غمرة الإعجاب والنشوة، وعد هيرودس سالومي بمنحها أي شيء تطلبه، حتى نصف مملكته. وباتفاق مسبق مع أمها، طلبت سالومي رأس يحيى على طبق. في تلك الليلة القاتمة تم قطع رأس النبي يحيى عليه السلام، وقدم كهدية لفتاة ساقطة. وبذلك أسكت صوت الحق بأمر من ملك اتبع شهواته وضل سواء السبيل. تظهر قصة يحيى عليه السلام الصراع الأبدي بين الحق والباطل، وتعلمنا أن الحق قد يقابل بالعنف من قبل أولئك الذين يخشون النور، ولكن تبقى ذكرى الأنبياء وتضحياتهم خالدة، تلهم الأجيال وتنير دروب الحق والعدل.